تأخذ المصحف فتنشره وتضعه بين يديك. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم بحق هذا القرآن وبحق من أرسلته به وبحقك وبحق كل مؤمن مدحته فيه وبحقك عليهم، فلا أحد أعرف بحقك منك. تضعه فوق رأسك. بك يا الله، 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 بمحمد، 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 بعلي، 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 بفاطمة، 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 بالحسن، 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 بالحسين، 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 بعلي بن الحسين، 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 بمحمد بن علي، 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 محمد بن علي، بمحمد بن علي،
بمحمد بن علي، بمحمد بن علي، بجعفر بن محمد، 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 بموسى بن جعفر، 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 بعلي بن موسى، 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 بمحمد بن علي، 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 بعلي بن محمد، 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 بالحسن بن علي، 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 بالحجة، 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 ثم تسأل حاجتك. لا تنسوا صاحب الزمان من الدعاء بالفرج، ومن مرضى القرية والأسرى والمبعدين السيد علي السيد يوسف والمريض حسين عبد الفتاح وجميع المرضى والأسرى. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه.
اللهم شافي كل مريض لا سيما من دعونا لأجلهم، اللهم شافهم وعافهم وألبسهم ثوب الصحة والعافية، اللهم فك كل أسير لا سيما أسران المظلومين في سجون الظالمين، اللهم انتقم لنا ممن ظلمنا وارحم شهدانا وأمواتنا، إنك سميع مجيب. وصل يا رب على محمد وآله الطاهرين.